لوكال طبعا ممكن غلط، فاستنى الايرور الاول. عظيم جدا. ريستارت. تمام جدا. طيب تعال نشوف السيكوال زي ما احنا شايفين. السيكوال بدأ عندي. طبعا باجي على الانستليشن تاب، ان انا هعمل انستليشن. انا اوريدي هعمل نيو انستليشن لان انا ما عنديش سيكوال قبل كده عشان اضيف فيتشرز او ان انا اديت في اكسستنج انستليشن ما عنديش، فبالتالي لازم اعمل نيو انستليشن. طبعا اس كيو من الحاجات الهيفي على المشين وعلى الهارد ديسك بالذات، فبالتالي بي بيشنت شويه لغايه ما يتعمل انستول، بعد كده الدنيا بتبقى اخف. طبعا طبعا السيكوال بيعمل تشيك على الريكوزيتس بتاعته، طلع لك تقريبا وورنينج ولا حاجه بخصوص الفايل وول وبخصوص ان هو ما عندوش انترنت اكسس. دول اكتر حاجتين بيطلع لي وورنينج بس مش اكتر. اوكي طبعا تقدر تشتغل ايفالويشن او اكسبريس بالشكل ده او بالبرودكت كي عشان حضرتك تشتغل بالفول فيرجن. اكسبت اللايسنس، هي انستول سبورت فايلز، لوكال فايلز هاندلر سبورت. خلص. طبعا خلص انستولينج السبورت فايلز، هيبدا في الانستليشن البروسيس الحقيقيه، يعني ان هو لغايه دلوقتي لسه بيعمل انستولينج سبورت فايلز والحاجات دي. شو ديتيلز، لو انت خدت بالك سبورت فايلز اللي هو بينزلها بينزل الحاجات اللي هي اللوكال كوبي الفايلز اللي هيبدا يكمل منها. طبعا من ضمن الحاجات اللي هي نوت ريكومندد ان انت تنستول الاس كيو ال سيرفر على دومين كنترولر، فهو بيعمل تشيك لو حضرتك منزل الاس كيو ال سيرفر على دومين كنترولر بيدي لحضرتك هنا ورننج، وده اتس نوت ريكومندد، ولكن يجوز ان انت تعمله في بعض السيناريوز لو انت مش عايز تكبر الهاردوير وانت في لاب انفايرمنت، يعني عايز تست حاجه كتيره فمش عايز تزود عدد السيرفرات، فتقدر تحط الاس كيو ال على دي سي. طبعا انا هقفل الفايرول عشان نريح دماغنا مبدئيا. اوريدي في لاب، طبعا عملت ريرن هيعدي بتاعت الفايرول، ولكن حته الدوت نت اللي هو محتاج انترنت كونكشن طبعا دي مش هتعرف.
طبعا لو انت مش عايز تقفل الفايروول تعمل ايه؟ تروح جاي في الفايروول والادفانسد سكيورتي، اوريها لك اهي هنا، وتعمل نو رول او اكسبشن، يعني نو للاس كيو ال ترافيك. الاس كيو ال ترافيك اللي هو ايه؟ اللي هو بورت 1433. خلاص؟ يعني تيجي تعملها له كاستم، لان انت ما عندكش هنا ريدي فاين، مفيش حاجه اسمها اس كيو ال هنا، مفيش اهو حرف الاس. اجي على كاستم هقول له او بروجرام، هعدي الترافيك اللي نوعه تي سي بي، اكيد مش كل البورتس والا يبقى انا كده ما عملتش حاجه. سبيسيفيك بورت، هقول البورت رقم 1433. طبعا الريموت بورت مش مشكله، دي من اي حاجه. ده البورت بتاع الاس كيو ال اللي لازم حضرتك تكون عامل له فايرول اكسبشن، او تكون قافل الفايرول اللو، او نخليها اس كيو ال. بالشكل ده خلاص، يعني انت تقدر تفتح الفايرول كده، وتقدر بعد كده تتست لو انت عايز تتلنت على الاس كيو ال، هتلاقيه بيرسبوند معاك مفيش مشكله. بالشكل سيكوال سيرفر فيتشر انستليشن، خلاص لان انا لسه نيو بون. بالنسبة لي هنا كسيكول سيرفر بيقول اختار الفيتشرز اللي حضرتك هتسطبها في الاس كيو ال. انا كلمت محتاج ايه؟ مبدئيا محتاج الداتابيز انجن، ممكن الفول تكست سيرش، اوكي. الريبورتنج سيرفيس هنحتاجها قدام، ممكن ما انزلهاش دلوقتي وبعدين اكمل عليها، مفيش مشكلة خالص. خلاص؟ انا مش هنزلها دلوقتي، مش عايز اتقل على السيرفر. ممكن الكلاينت توكن اكتيفيتي، عندي المانجمنت كونسول او المانجمنت تول اللي انا اتكلم عليها، والباكورد كومباتيبلتي ريكومندد ان انت تنزلها، وبعد كده تقول نكست. لكن هو اكشلي بيحتاج داتابيز انجن بس يا جماعه، خلي بالكم محتاج داتابيز انجن خلاص، والكلاينت تول كونكتيفيتي عشان لو حضرتك هتفتح السي تي ار. طبعا هنا عمل تشيك الانستنس كونفجريشن، هنا في حاجه مهمه جدا. لو انت سبت الديفولت انستنس كونفجريشن زي ما هي، باي ديفولت اسمها ام اس ستاند فور مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر، خلاص. طيب لو انت غيرت الانستنس نيم، خليتها مثلا سي سي لينك بي اي لينك باك اند، خليناها كده، ايه اللي هيحصل؟ تعالى اخد وايت بورد واقول لك ايه اللي هيحصل. بص كده احنا جينا هنا، مهم جدا الجزئيه دي. لو انا عندي لينك سيرفر هنا، وعنده ال SQL هنا، ال SQL اسمه S داش SQL، واللينك اسمه S داش لينك FE. طيب انا لما اجي عندي اللينك في التوبولوجي بتاعتي، في التوبولوجي بحتاج ان انا احط السيكوال configuration، فبعمل ايه؟ احط له السيكوال نيم، يبقى انا هقول هنا الاس كيو ال، خلي بالك معايا في الحته دي، السيكوال سيرفر نيم، وبعدين المفروض ان انا اكتب باك سلاش الانستنس نيم. يعني ايه؟ يعني انا مسمي الانستنس على سبيل المثال، انا لسه بقول ان انا ممكن اسميها ايه؟ اسميها لينك باك اند، يبقى انا لازم اكتبها لما اجي اكونكت عليها، اكتب له السيكوال وبعدين الانستنس. لازم 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 مصر، ما ينفعش كونكت من غيرها. طيب ولا هو انا سايبه على الديفولت، هي الديفولت اسمها ايه؟ ام اس اس كيو ال سيرفر. يبقى انا هكتب هنا السيكوال سيرفر نيم
وبعدين ما اكتبش ديفولت انستنس. يبقى ديفولت انستنس انا ما بكتبهاش اصلا، هو عارف طالما انت سايبها فاضيه يبقى هو عارف ان انا بروح كونكت على ديفولت انستنس. طب ليه بعمل الكلام ده؟ عشان ممكن يكون عندي اكتر من انستنس، يعني انا عامل انستنس ثانيه للريبورتنج سيرفيس بتاعت اللينك، فانا مسميها مثلا لينك ار، لينك ريبورتنج، خلاص؟ او بتاعت الاركايفنج، فانا ممكن انزل انستنس ثانيه. ليه انستنس ثانيه؟ عشان بتبقى ايزوليتد عن باقي الانستنسز اللي هي موجوده على الاس كيو ال، خلاص؟ طيب فبالتالي انا عايزك بس تاخد بالك ان لو انت هتغير اسم الانستنس هنا تخليك عارف وتخليك حافظه وعارف ان انت لما تيجي تكونكت، سواء الكلام ده كان في لينك او في سيستم سنتر او في شير بوينت او في اي حاجه بتكونكت على سيكوال، حضرتك هتحط اسم السيرفر باك سلاش اسم الانستنس. ستاندرد الكلام ده ما يتغيرش معاك في اي حاجه في الدنيا. طيب فانا هخليه ديفولت. ديفولت هو اسمه ام اس اس كيو ال سيرفر. طبعا لو في بريفيوس انستنسز كانت موجوده هنا، يعني احنا سطرنا الام اس كيو ال سيرفر وبعدين بنسطر انستنس ثانيه، فهيقول لي خلي بالك انت عندك انستنس قديمه اسمها اكس او اسمها واي. هنقول نكست. تشيك على الديسك ريكوايرمنت. طبعا هو الراجل ده بيحتاج 3 جيجا، هو عندنا ما شاء الله كتير جدا. اقول له اوكي. هيجي هنا على السيرفر كونفجريشن. السيرفر كونفجريشن فيها ايه؟ معظم الحاجات اللي انت هتحطها في السيكوال وانت بتعمل السيت اب خلاص هتحتاجها قدام. بمعنى انا هاجي هنا واحط اكونت، في عندي نتورك سيرفيس وفي عندي سيستم وفي عندي ان انا اختار اكونت، ان انا عامل يوزر اكونت معين للسيكوال عشان يشتغل بيه او ان انا اعمل السيرفيس بيه. فاليوزر ده ممكن يكون عامل يوزر اكونت زي واحد مثلا اهو واقدر اشغله بيه، او ان انا اقدر اشغله ديفولت. عندي تو ديفولت اكونتس موجودين اللي هم السيستم واللي هم النتورك سيرفيس. طيب يعني اشغله بالسيستم مبدئيا. طبعا الستارت اب سيرفيس خليها اوتوماتيك عشان تقوم مع السيستم. سيكول براوزر اوكي خليها برضه اوتوماتيك. لو حضرتك هتختار يوزر اكونت معين كاستمايزد يعني، فبتختار هنا يوزر سيم اكونت فور اول سيرفيسز، بتحط له هنا اليوزر نيم والباسورد وليكن مثلا سيستم، خلاص براوز وليكن مثلا اول سيستم زي كده، خلاص. او يوزر اكونت زي واحد اللي انا عامله، احط الباسورد واقول اوكي. ايه اللي هيحصل؟ هياخد لي اليوزر ده على الاربعه كلهم، خلاص؟ يعني الاربعه سيرفيسز هيبقوا معمولين بنفس الاكونت. طيب وعلى فكره الجمهور اتشالت في 2012 بقت لازم تكتبها انت مانيوال بايدك. الكونيجن عشان لو عايز ان انت تحط لانجوج معينه، طبعا ده الديفولت لانجوج اللي هي تيم جنرال سي بي 1، ودي اللي هي بيريكواير سي سي ام 12 بيريكواير الكوليجن ده، يعني لو انت مسطر سيكوال من غير الكوليجن ده سي سي ام مش هيرضى ينزل. خلي بالك من التريك ده عشان احنا اول مره نتكلم في سيكوال في الحاجات اللي فاتت دي كلها. طيب هنا بيقول لي عندي الاوثنتيكيشن مود بتاع الاس كيو ال، في عندي ويندوز اوثنتيكيشن مود وفي عندي ميكسد مود. ايه الفرق ما بينهم؟ انه الويندوز اوثنتيكيشن مود ان انا باوثنتيكيت من الاو اس، يعني بجيب اليوزر نيم والباسورد بتوعي من اللوكال سيستم، يعني من الجهاز اللي عليه الاس كيو ال سيرفر او من الاكتف دايركتوري، ولكن هما ويندوز اكونتس. ما الميكسد مود؟ قال لا، الميكسد مود انا اقدر اعمل سيكوال اوثنتيكيشن وويندوز اوثنتيكيشن، بمعنى ان انا اقدر اعمل جوه الاس كيو ال سيرفر اعمل اكونت من جوه السيكوال وبعدين اخش عليه على السيكوال. يبقى الاكونت اساسا موجود في الداتا بيز او في الكونفجريشن بتاعت السيكوال، يعني مش يوزر اكونت موجود في الويندوز. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا فتحت كده وعملت كده في عندي يوزر اكونت هنا، او انا عملت يوزر اكونت هنا اسمه مثلا حماده، فحماده ده ويندوز اكونت. ويندوز اكونت انا اقدر اضيفه هنا اقول له اد وادور على اليوزر بتاعي من اللوكال سيستم واضيفه، خلاص. تعال نجرب عشان الموضوع يبقى واضح. اعتقد ممكن تكون الجزئيه دي غايبه
الناس كتير، او هو بيخليها ويندوز اكاونت وما يعرفش ليه، او بيخليها سيكوال اكاونت برضه وما يعرفش الفرق. عملنا احنا يوزر اسمه علي، فلما اجي هنا انا بقول له انا عايز ويندوز اوثنتيكيشن، هقول له اد وبعدين اقول له علي. اه ودي بقى في الداتا بيس بتاعت الاكتف دايركتوري، خلي بالك ما عندناش يوزر اسمه كده. اقول له لا دور لوك، نقول له تشيك اوكي. فعلي ده هيبقى سيكوال ادمنستريتور، علي ده هيبقى سيكوال ادمنستريتور، هو سيكوال ادمنستريتور ان هو الراجل ده يقدر يعمل حاجات كتير في السيستم. طيب امال لو خليته ميكسد؟ قال لي اوكي الناس بتوع الويندوز شغالين زي ما هم، ولكن في يوزر اكونت بيتعمل في السيكوال باي ديفولت اسمه اس اي او سيرفيس اكونت. الاس اي اكونت ده هيبقى موجود جوه السيرفر، تقدر تحط له الباسورد من هنا وتقدر تخش بيه. يعني لو انت عندك اكتف دايركتوري مثلا داون، خلاص ما عندكش اكتف دايركتوري او في مشكله، ولكن السيكوال موجود وعايش، فاحنا نقدر ندخل على السيكوال باليوزر اكونت اللي هو من السيكوال اوثنتيكيشن او من الميكسد مود اوثنتيكيشن. خلاص فانا اقدر اعمل يوزر اكونت على ليفل السيكوال ويوزر اكونت على ليفل الويندوز. طيب انا السكيورتي اقوى في السكيورتي ان انت تخليها ويندوز اوثنتيكيشن، خلاص لان ده طبعا بيوثنتيكيت للكيربوس من الاكتف دايركتوري. ولكن في ناس كتير جدا بيفضلوا ان هم يشتغلوا بالميكسد مود، عشان لو حصل عندك داون في الاكتف دايركتوري او حصل عندك اي مشكله تقدر تاكسس بالاس اي اكونت، او انت تعمل لوكال اكونتس على الاس كيو ال سيرفر. خلاص ولكن في بعض الحاجات بتديك ورننج، الحته دي يقول لك خلي بالك الحته دي ورننج، في ورننج عليها ان انت ما ينفعش تشتغل بميكسد مود، اتس هايلي ريكومندد ان انت تشتغل بالويندوز اوثنتيكيشن. طيب خلينا نشيل علي، وبعدين طبعا طالما تشتغل ميكسد انا هشتغل ميكسد عشان اوريها لك بس مش اكتر، لكن انا بالنسبه لي ما تفرقش سواء كلينك سيرفر، يعني ما يفرقش معايا اذا كنت ويندوز او ميكسد، لان ده حاجه خاصه بالاوثنتيكيشن بس، ملوش علاقه بالداتابيز ولا هوستنج الداتابيز ولا كل الكلام ده. طبعا طالما هخليها ميكسد تحط سترونج باسورد على الاس اي اكونت. طيب ده الاس اي اكونت. طب بالنسبه للويندوز اوثنتيكيشن ممكن اقول له اد كرنت يوزر، فهو جاب اليوزر اللي انا داخل بيه، وبعدين ممكن اضيف ناس ثانيه لو انا عايز اضيف ناس ثانيه وليكن الدومين ادمنز. بالشكل ده بحيث ان الدومين ادمنز برضه يبقوا سيكوال ادمنز. طبعا هنا الدايركتوريز اللي هنزل فيها الداتابيز. نكست. تقريبا وصلنا للاخر، شويتين كل حاجه تمام. نكست. كونفيرم معاك باقي الماشينز بالشكل ده. انستول هيبدا معانا في الانستليشن حالا، بدا معانا في الانستليشن زي ما حضرتك شايف. لو انت خدت بالك هو نزل هنا دوت نت، احنا اوريدي عندنا التلنت موجود وشغال. طيب سيب الراجل ده يكمل. وطبعا المشين بتاعت اللينك عملت ريستارت، فتعالى نشتغل عليه من هنا. هنسميه اس لاب، خلي دي هنا شوية، وبعدين هنقول هنا 10.0.0.1 وده الاس داش دي سي. اليوزر اكونت هي ان سي سلاش ادمنستريتور، باسورد بتاعتنا الظريفة. بعد كده نقول هنا 10.0.0.2 ده اس داش اس كيو ال، واليوزر نيم الباسورد بتاعنا
وبعدين نقول 10.003 ده اس داش اف اي على طول، نقول هنا يوزر اكونت كذا، باسورد كذا، اد انا ما عنديش اي بي ادرس في العشرات اعتقد، بالظبط كده 10.0.0.199 كي فايدين الراجل ده شغال، الراجل ده ريدي معانا، ريدي ده اللينك سيرفر. طيب تعالى بس نقفل الفايروول، تعالى نعمل مونت للايزو بتاعت اللينك 2010 هي دي. طبعا ما ينفعش انزل اللينك على طول، ليه؟ لان اللينك له بريكويزيتس، دي بري ريكويزيتس. هنعمل ايه؟ نران الشيل وبعدين في عندنا الكوماند البسيط ده، انا هقول هنا import module server manager، وبعد كده هاخد الكوماند بتاع البري ريكويزيتس اللي هو بيسطب له كل الفيتشرز اللي هو محتاجها، وفي الاخر هيعمل ريستارت. طبعا نفس الكوماند لو انت هتنفذها على 2012 هتضطر ان انت تزود داش سورس وبعدين تدور الباث بتاع الدي في دي عشان ياخد منه فايلز. ازاي؟ يعني لو حضرتك هتشتغلها كده مثلا، فهتقول له اد داش add Windows feature مثلا، وليكن وليكن يعني تيلنت او دوت نت نت فريم ورك مثلا بالشكل ده، فهو مش هيعرف ينزلها غير ما تقول داش سورس، السورس بتاعك في الدي في الفايل في الفولدر اللي اسمه sources على SXS، خلاص لازم تديله الفول باث بالشكل ده. لو عايز تشوفها تأكد على ما ده يخلص، تعالى نشوف دي بداية 2012 هنا. عندي واحدة وين 12 اهي، مش بريفيو مش انتي، هناخد دي وخلاص، نعمل لها اوبن الايزو كده، نعمل لها ماونت على الدي، وبعد كده نفتح الباور شيل
اوكي لو جيت هنا تحت الدي الاس الاقي عندي سي سبيس الاس سورسز سبيس سورسز مش الدي الاي الاي سوري الاي الاس سورسز قبل سورسز اهو سي دي سبيس سورسز بعد كده الاس طبعا حاجات كتير سي دي سبيس اس اكس كده قبل هنا اس اكس اس اهي الاس طبعا فيها فايلز كتير جدا كل دي فايلز بتاعت ويندوز اللي هو بيحتاجها فلما اجي انا اعمل سيت اب لحاجة اقول له مثلا اد ويندوز فيتشر هنا مفيش ادونس فيتشر لان احنا ويندوز 7 ويندوز 8 مش ويندوز سيرفر ايه لو عملت هنا ادونس فيتشر بعد كده كتبت هنا مثلا اي حاجه داش سورس المفروض ان انا اكتب هنا كده داش سورس بعدين الاي بعد كده سورسز تمام وبعد كده اس اكس اس بالشكل ده خلاص بعد كده انتر هيبدا هو يسطب الفيتشر اللي حضرتك كاتبها له دي هيسطبها من اللوكيشن ده خلاص الحاجات دي مهمه جدا ان انت تبقى عارفها عشان هتحتاج لها اكيد وانت بتشتغل لان انا عن نفسي اول مره سطبت دوت نت فريم ورك 3.5 ادى معايا ايرور تقريبا مرتين او ثلاثه لان هو بيحاول يجيبها اونلاين الاول لو ما ادهاش او ما عرفش يجيبها اونلاين لان انت ما عندكش انترنت كونكتيفيتي غالبا بيكون في اللابس جوه فبالتالي هو بيروح المفروض ان هو يجيب السورس فايل بتاعها من جوه الدي في بتاعت الويندوز. يعني تقدر تقول كده هم ريكولر شويه زي يعني الاولد فاشن اللي كانت زمان ان هو لما يحتاج حاجه يروح يجيبها من السي دي. طبعا هم كانوا بيعملوا الكلام ده في ويندوز 7 ويندوز سيرفر 2008 ولكن رجعوا لها تاني عشان كبر حجم الحاجات اللي هم ممكن تبقى موجوده في السيستم وهي مش مستخدمه. فالراجل ده عمل ريستارت خلي بالك في حاجات لو انت شفت الفيديوز الموجوده قبل كده احنا ممكن نستنى لما يجي لنا ايرور بخصوص الديسكتوب اكسبيرينس او ان احنا نضم الكوماند ده عشان نتفادى الايرور اللي هيطلع لنا بتاع الميديا دي الفايل اللي هو عشان يرن الميديا فايلز على السيرفر والسيرفر ده مش انستولد عليه ديسكتوب اكسبيرينس او ان انت تقدر تنستول ديسكتوب اكسبيرينس لو انت عايز طبعا دي كل الحاجات اللي هو نزلها اللينك سيرفر از ابري ريكوزيتس طبعا بما فيهم اي اس أو إن حضرتك تقدر ترن الكوماند الظريف ده وهو هيبدأ يجهز السيرفر إن هو يرن الميديا فايلز بتاعت اللينك أهي الميديا فورمات سوري ميديا فورمات باكج أهي اللي هو نزلها يقول لي طبعاً محتاج أعمل ريستارت أقول له اتفضل أعمل ريستارت والـ SQL زي ما إحنا شايفين خلص نعمل كلوز طبعا هو دلوقتي بيشيل الفايلز بتاعت السيت اب بتاعته اوكي طيب خلي بالك جوه الدي في دي انا حاطط السيرفس باك 2 السيرفس باك 2 بتاع ال SQL هنعمل لها ران على طول ونبدا نشتغل بيها. طبعا هي مش ريكوايرد سيرفس باك 2 ولكن انا اريكومند ان احنا نشتغل بالشكل ده. ليه؟
عشان ما يجيش بعد كده يقول لك لما تيجي مثلا انت ابجريد اللينك للفيرجن احدث او كريتيف ابديت او تجيب رول اب جديد رول اب 1 او رول اب 2 فيبدا يقول لك طب السيكوال مش عارف فيه مشكله طب كذا طب كذا فاحنا خلينا نشيل من الاول صح.